السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة كنترول بيجو، عدلنا في الاد بلو والدي بي اف وعملنا تيونينج بروتكشن اوف من خلال الدورة اللي بتقدمها في الأكاديمية اللي هي دورة إصلاح برامج كنترول السيارات، وتقدر تطبقها اونلاين. يعني مش شرط تحضر في الأكاديمية، ممكن تاخد الكورس اونلاين. ده كده الكنترول وتم التعديل عليه من خلال برنامج الوين او الاس، تم التعديل عليه مانيوال، يعني مش باستخدام اي برامج اوتوماتيك، وده افضل طبعا. تقدر تتواصل معانا من خلال الارقام اللي ظهر قدام حضرتك دلوقتي.